ازاي تزيل خلفيه صوره باستخدام برنامج بيكس ارت؟ طبعا اول حاجه انت لازم تنزل التطبيق من جوجل بلاي او المتجر، وبعد ما هتخلص هتختار الصوره اللي انت عايز تشيل خلفيتها او تفرغها. تمام الصوره كده هتختار كات اوت، وبعدين هتختار اوت لاين، وبالاوت لاين هتحدد حدود الصوره بصباعك، تحاول ان انت تغطي كل حدود الصوره بصباعك كانك بتقصها بمقص بالظبط. وبعد ما هتخلص هتلاقيها ظهرت لك المكان اللي متحدد. لو لقيت فيه اي مشكلة او حاجة ما تغطتش هتختار منها البراش، وممكن تعدل عليها باستخدام البراش، زود الهاردنس لاخر حاجة وقلل حجم الفرشة وزود الهاردنس للاخر، وبعدين حدد على المكان اللي متحددش من الصورة. بس كده الموضوع بسيط جدا، زي ما انتم شايفين انا كده حددت المكان اللي ما كانش تعرف عليه البرنامج. وبعد ما هتخلص هتضغط علامة صح اللي فوق، هتلاقي الصورة نزلت عندك في الجلد، هنا قبل وهنا بعد. بس كده، اتمنى الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش تدعموا الفيديو بلايك وتشتركوا في القناة. سلام.